Oh, oh God. يا رب ما تأخر، هذا اليوم عندي محاضرة الساعة 8. أنا ما أعرف من هي بطول. حاجة ثانية. لا 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 بسم الله بسم الله. فين يبغى ياخذ عزمه؟ بس يبغى يرفع الثوب ان شاء الله. بسم الله الله بعيده. هذا جارنا. وقف وقف بالله، تكفى متاخر على الجامعه. صاحي انت؟ عاد ادري التنجه. والله معليش ابغاك توديني بس نهايه الشارع، والله متاخر. يلا بس يلا يا اخي. والله اني احب المدرسه واحب الاشياء اللي اتعلمها، لكن مشكله عندي هو الارتباط يا اخي. انا مشكلتي الارتباط، لازم انام زين واقوم زين، وهذه مشكله اللي ينام بعد الفجر. قال مسوي ياخذ غفوه تروح عليه. يلا ان شاء الله باذن الله ان الامور طيبه. اي ممتاز، هنا يعطيك العافيه. معليش والله اسف مستعجل. حش مين مره بعيد. وش ذي؟ والله ما توقعتها كذا بعيده. يلا الحمد لله هانت خلاص. لازم ارقى مع الدرجات. ما بتأخر. يا ربي حضرني يا ربي حضرني. ما تأخرت. السلام عليكم، ممكن أدخل؟ الحمد لله إني ما تأخرت. توبة إني أنام بعد الفجر وأنا ما نمت زين.